لكن لا يبقى فقط إلا بعظمة لسانه. وبعظمة لسانه عايزين نقول حتى لا تتوه الحقائق خليكوا فاكرين. ليه خليكوا فاكرين؟ أنا ضد إنه نقفل أي جرح على ما فيه، وضد السكوت على بعض الحقائق ونسيب الأطراف الأخرى أو الألسنة الأخرى أو حتى الجماهير اللي ما عندهاش فكرة كاملة عن حقيقة ما حدث عرضة لكلام كتير جدا. وشفنا قد إيه الأخبار والحوادث المهمة اللي حصلت برغم ظهور الحقائق اللي فيها، إلا إنه صوت الباطل تقريبا بيبقى أعلى، الناس رغبتها في المهاجمة وفي الإدانة في توقيتات معينة بتبقى أكتر، وبننسى أصل الموضوع زي اللي حصل في انتقالات اللاعبين. الأهلي اتأخر في التعاقد أو في فتح الموضوع مع رمضان صبحي. الأهلي هو السبب، الأهلي هو اللي فرط. سيد عبد الحفيظ غلطان، أمير توفيق ما شافش شغله، وكلام غريب جدا مختلف عن الحقيقة، مختلف عن الحقيقة تماما. هل الأهلي قصر مع رمضان صبحي؟ الراجل انتقل، وقلنا من البداية أنا ضد إن احنا نحجر على أي لاعب فيما يخص الاختيار. اختيار قراره ده حق إنساني طبيعي جدا، كنا بنلوم فقط على الطريقة والتوقيت والملاوعة وإهدار الوقت، وإن أنت بعد ما توصل لنقطة معينة تبقى تحقق اللي في هدفك. لكن إن يتقال إن الأهلي أخطأ، أعتقد الرد اللي كان مهم جدا هذا الأسبوع جه من وكيل اللاعبين ووكيل اللاعب وقتها الكابتن نادر شاوي، استضافه الكابتن شوبير. هل الأهلي أثر مع رمضان صبحي ولا الأمور مشيت إزاي؟ نشوف رأي نادر شاوي مع الكابتن شوبير. رمضان اختار بيراميدز ورفض النادي الأهلي؟ لا ما اعرفش، دي حاجة ترجع له هو. بس تاني اما تيجي تختار ما تجيبش ان الناس هي اللي مقصرة، لان مفيش حد قصر. النادي الاهلي عمل ال 100 في، لا مش 100%، عمل المليون في 100. وتاني مش عشان النادي الاهلي، لو نادي الزمالك كان عمل كنت هقول نادي الزمالك عمل، ولو بيراميدز كان عمل كان هقول ان بيراميدز عمل. بس نادي الاهلي من شهر 3 لغايه 10/8 او لغايه البيان كان كل 3 ايام في مكالمه على رمضان وتواصل بالزوم مع هدرسفيلد وشد وجذب عشان نقلل. هو بيراميدز جه اخده على يعني على الجهاز. يا كابتن شوبير انا بالنسبه لي انت لو كنت قلت لي من زمان كنت بعت ولد صغير عندي كده يخبط على الباب اصل النهارده تقول له رمضان صبحي ممكن يجي لك. طبعا يا مرحبا. هو ايه الصعب يعني؟ نعم. ايه الصعب ان انت تدخل رمضان صبحي في بيراميدز؟ ده ولا حاجه، ده مش عرض ولا فيها مجهود طبعا، ولا فيها تليفونات. نعم. دوليه، ولا فيها طيران، يعني ولا في اي حاجه خالص، وجهزت وكل حاجه لا مفيش حاجه يعني. دي اللي بيسموها ايزي ماني، ده اللي بيسموه فلوس سهله. في حاجه تانية تحب تقولها في موضوع رمضان؟ تاني كل واحد مسؤول عن قراره، وكل واحد يواجه اللي هو اختاره، لكن ما يجيبش حد معاه في العربيه اللي هو يعني. نعم. في كلمه واقفه في زوري. طب عرض الزمالك ابو 3.6 مليون، ما قال لك مش هقعد في حته في مصر غير النادي الاهلي. وانت لو كنت النهارده قلت لي طب اشتغل بقى على النادي الاهلي واشتغل على ده واشتغل انا هعمل كده، لازم اعمل كده. الزمالك كان لمجرد رفع السعر، اعتقد ان هو كان لمجرد رفع السعر. النادي الاهلي نادي الزمالك ما كانش عايز يعمل، ما اعتقدش ان ما كانش جدي قوي في القصه خالص يعني، ما كانش جد. إذن هنا عندنا نادر شاوي بيقول ثلاث حقائق، وهو الطرف الفاعل يعني، ما حدش يتكلم غير ان الراجل ده كان وكيل اللاعب لغايه وقتها، وهو اللي ادار المفاوضات. الاهلي ما قصرش، بدا بدري جدا، كان كل يوم والتاني بيكلموه، كل يوم والتاني بيفتح قنوات الاتصال معاه، وفي الاخر بيراميدز جه خده على الجاهز. خده على الجاهز ليه؟ لانه السعر اللي كان النادي الاهلي تواصل معاه مع هيدرسفيلد فيه كان تقديرا من النادي الانجليزي للنادي الاهلي انه تحمل عقد اللاعب ودفع للاعب كل مستحقاته، للنادي الانجليزي كل مستحقاته، والراجل مصاب. الاهلي تصرف شاف الانجليزي ان هو تصرف احترافي محترم جدا، فوصلوا مع الاهلي للسعر، جه بيراميدز خده بيه. ده كلام نادر شاوي عشان كل واحد يواجه اختياره. ما تختارش ديت وتيجي عايز تشيل الاهلي الليله. واجه اختيارك،